الى ديفيد سيلفا، يا سلام، وصلت الى تيكو، هو الاول كول. الكون اكويرو يواصل تألقه ويسجل هدف التقدم في شباك سياسكا موسكو. لكن من وجهة نظر شخصية الهدف يحسب لديفيد سيلفا في اللقطة الماضية، تمريرة في غاية الروعة. شوف الكرة، شوف الاستلام، شوف، اوه يا سلام عليك يا ولد، يا سلام على تمريرة رائعة جدا. بعد ذلك ادريس جيكو، برافو ايضا لانه لم يطمع، لعبها الى الكون، خامس اهدافه في شباك نادي سياسكا موسكو. روسيا زادي موس سياسكا موسكو ودع مبكرا، كرة من يايا توري الى زباليتا الى اغويرو، سدد جول، ميلنر يسجل الثاني. هي فترة ينتشي فيها الكون اغويرو، يصنع الان بعدما سجل الاول، ويضع السيتي بأريحية قبل نهاية احداث شوط المباراة الاول. رجل السيتي في الايام الماضية الان هو من يصنع الفارق في كرة بهدف وكرة بصناعة. لكن برافو زاباليتا الى اغويرو الى ميلنر، كرة في شباك الحارس اكينفييف، يعلن من خلالها النجم الانجليزي صاحب 28 سنة عن اول اهدافه الرسمية في هذا الموسم، وعن ثاني اهدافه الرسمية في بطولة دوري ابطال اوروبا، لانه هو من سجل في مباراة الانتصار على بايرن في شوط المباراة الاول. كرة فيها محاولة، كرة دوبية، اذا كان الكون اغويرو متخصصا في شباك سياسكا موسكو، فدوبيا يحظى بشرف تسجيل ثالث اهدافه في شباك سيتيزن بعد ثنائية ملعب الاتحاد. يسجل هنا في الارينا خيمكي. شوف الكرة الماضية، يا سلام على تمريرة وكرة بعد ذلك وصلت الى احمد موسى، لعبها الى الاسمراني الاخر، كان يبحث عن توين في كرة ما بينه وما بين اسمراني اخر، يلعب الكرة وصلت الى دوبيا، يضعها في شباكها، يحصل على ركلة جزاء في اللقطة الماضية. والتدخل من كولاروف، وضعية صعبة يعيش يا سيتيزن. صعبة الوضعية للسيتيزن، كرة من ركلة جزاء لمصلحة تشيسكا، هدف التعديل، هدف التعديل ياتي في الكرة الماضية لتشيسكا موسكو. أسوأ ما في الهدف هو من سجل، لكن التعادل ياتي الان، وتشيسكا موسكو ينجح في الوصول الى شباك هارت في اللقطة الماضية.